السلام عليكم. أول هاتف يحصل على العلامات الذهبية الخمس ويتفوق على العملاق S24 Ultra، فما هو هذا الهاتف؟ قبل أن نبدأ في الفيديو أعزائي الكرام، أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك، لأنه 75% أو أكثر ممن يشاهدون فيديوهات على قناتي ليسوا مشتركين، وهذا شيء سيء للغاية صراحة. أتمنى منكم الاشتراك ومتابعة الفيديو حتى النهاية. حقق العملاق الكوري، لا الصيني ليس الكوري بل الصيني، هذه المرة حقق العملاق الصيني Honor Magic 6 Pro علامة فارقة في عالم الهواتف الذكية. فهو ليس فقط أول هاتف ذكي يحصل على 5 جوائز ذهبية من قبل DxOMark، المنظمة المتخصصة في تقييم الأجهزة الإلكترونية، ولكنه حظي أيضا باهتمام خاص في فئات فائقة وفئة فائقات الجودة. وتم التعرف على مجموعة متنوعة من جوانب الهاتف، من جودة الكاميرات إلى أداء البطارية إلى الشاشة، حيث تفوق حتى على الجالاكسي S24 Ultra بجدارة. الكاميرات والشاشة والصوت والبطارية، Honor Magic 6 Pro يتألق في برنامج DxOMark. تمت الإشارة إلى Honor Magic 6 Pro لجودة كاميراته الخلفية والأمامية التي فازت بالجوائز الذهبية، ويتضمن كاميرا أمامية عالية الدقة ومجموعة كاميرات خلفية فعالة، وذلك بفضل نظام التصوير الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للجهاز، مما ينتج عنه صور ومقاطع فيديو بجودة ممتازة بغض النظر عن ظروف الإضاءة أو المناطق المحيطة. ولم تكن جودة الكاميرات هي الجانب الوحيد المعترف به، مع درجة 155 في اختبار DxOMark Audio، يوفر الHonor Magic 6 Pro صوتا عالي الجودة من حيث التشغيل والتسجيل. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شاشة الأوليد عالية الدقة 2800 بيكسل في 1280 بيكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز على أقصى درجة في اختبار DxOMark Display، مما يجعلها واحدة من أبرز ميزات الجهاز. ويتصدر الHonor Magic 6 Pro أيضا فئة البطاريات بحد أقصى 157 درجة، وهي مجهزة ببطارية قوية تبلغ 5600 ميلي أمبير في الساعة، وهي أعلى بكثير من تلك الموجودة في الهواتف الأخرى في نفس القطاع، مما يسمح بأكثر من 3 أيام ونصف من الاستقلالية في ظروف الاستخدام المعتدلة، وهذا شيء خرافي. وتظهر هذه الجوائز الذهبية الخمسة من DxOMark التزام Honor بالقطاع الأكثر تميزا في سوق الهاتف. وفقا لجورج تشاو الرئيس التنفيذي للشركة، يعكس Honor Magic 6 Pro هدفها المتمثل في توفير تجربة مستخدم استثنائية من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع التصميم الذي يركز على المستخدم. ما رأيكم أعزائي الكرام في هذا الوحش قاتل الوحوش وهو الHonor Magic 6 Pro؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.